لكن قبل ما نروح لأخبار النادي الأهلي في خبر مهم هنبدأ به حلقتنا النهاردة، وهو استقالة لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم في بيان رسمي. النهاردة لجنة الانضباط بالاتحاد أصدرت بيان، الحقيقة هو مش صدمة لينا في اللي بنشوفه في الفترة اللي فاتت دي يعني في الوسط الرياضي. نص البيان بيقول الآتي: بالرغم مما شهدته البلاد من إنجازات وتقدم في جميع المجالات شهد به القاصي والداني، إلا أن المنظومة الرياضية لم تواكب هذا التقدم، وشهدت المنظومة من بعض القائمين عليها تردي في القيم والأخلاق، وهو المناخ لا يصلح لعمل القاضي الذي يؤدي واجبه في حيدة وتجرد بعيدا عن أي انتماء رياضي وتطبيقا للوائح الاتحاد المصري والدولي. لذلك قررت اللجنة بكامل أعضائها الاعتذار عن عملها التطوعي دون مقابل مادي بالاتحاد المصري اعتبارا من اليوم، وتحتفظ اللجنة بكافة الحقوق القانونية تجاه التجاوزات التي صدرت قبلها. رئيس اللجنة طبعا المستشار محمد عبدو صالح. والله يا جماعة مش لاقي تعليق أفضل من نص البيان الصادر عن قضاة محترمين بكل تأكيد، وكلامهم كان في الصميم.